ايه المكونات اللي عندنا؟ عندي هنا شويه من الجمبري وما يبقاش كبير قوي، عندي بقدونس وشبت، عندي شويه من الزبده ومرقه الجمبري عاملينها بالقشر والراس والديول بتاعه الجمبري اللي جايبينه، عندي هنا شويه من الشيلي فليكس او بذور الفلفل، عندي بابريكا توم باودر وبصل باودر، وعندي هنا شويه رز بسمتي ابيض، ممكن يبقى رز ابيض عادي، ممكن يبقى رز بسمتي، اي نوع رز هيمشي معانا يبقى مطبوخ قبل كده. ما عندناش نسوي الرز وهنعمل نفس الخطوات بالظبط. عندي طاسه هنا على النار هديها فرصتها كده تسخن بس دقيقه، وهاخد الجمبري اهو هديله تتبيله سريعه جدا، شويه ملح، شويه من الفلفل الاسود، وهاخد شويه من التوابل اللي انا محضرها دي، شويه هينزلوا مع الجمبري دلوقتي وشويه هينزلوا لما نيجي ننزل الرز في الاخر. بصل باودر، توم باودر، شويه من البابريكا، وشويه من بذور الفلفل. هاخد الزبده اللي عندي انزلها في الطاسه، وعليها على طول شويه من زيت الزيتون عشان بس ما تتحرقش. وهاخد الجمبري بتاعي وابتدي اديله كده ايه تدليكه خفيفه، وزع بس التوابل بتاعتنا. هناخد الجمبري اهو الزبده بتخلص، هننزل بالجمبري، الجمبري مش بياخد وقت خالص. يا دوبك بنتكلم يعني في دقيقه بالظبط، وهنديله قلبه ودقيقه كمان ويبقى خلاص. انا على قد ما اقدر سايب الجمبري ما بحركوش، عايزه ياخد كمان سنه لون، فمش بقلبه كتير زي ما قلت لكم دقيقه بالظبط، وهنديله تقليب. هجمع هنا بقى ايه كله على بعضه. ادي كده التوابل بتاعتنا، ديها تقليبه كويسه نضمن لما ننزلها تبقى متوزعه صح. هناخد شويه المرقه هنزل بالتوابل بتاعتنا اهي، ندي تقليبه كده كويسه. هاخد نص الخضره اللي عندي، ادي شويه الشبت والبقدونس، نبتدي بقى ايه تقليبه كده صغيره قوي وننزل بالرز. لو حاسين ان هو كتير قوي ننزله مره واحده، ممكن زي ما انا هعمل كده ننزل نص اهو، نقلب شويه وبعد كده ننزل الباقي. ندي تقليبه للرز وهنسيبه بس ايه ثواني كده، هنبتدي نسمع صوت بقى الطرقعه، وانا بحب دايما في الاخر كده اخد رشه زيت زيتون على الجناب ونسيبها بس تنزل كده الريحه. هنا حاجه مفتريه فعلا. نجيب طبق التقديم